أو شغفكم في الوقت الراهن لحتى تقدروا أنه تعملوا مدخول، لحتى تقدروا أنه توفروا لقمة عيش. كتير من الشباب اليوم عم نشوف أنه عم بيكسروا نعم هذه الأفكار، وعم بتوجهوا باتجاه ابتكار أفكار وطرق مختلفة للعمل لحتى يقدروا يصرفوا على حالهم. اليوم إحنا عنا واحد من خيرة الشباب الأردني، الطالب الجامعي عبد القادر أبو خديجة، معنا كمثال عن الشباب اللي عم بتوجهوا هذا التوجه لنتحدث إحنا وياه أكتر، وهو أحد أعضاء الفريق لفريق همة شباب، هو سنة رابعة بدرس علم حاسوب بجامعة العلوم الإسلامية. أول شيء بدي أمسي عليك يا عبد القادر، وأهلا وسهلا فيك عبر الراديو. هلا، الله يمسيك بالخير. يا هلا بيك، يسعد مساك وشكرا على وجودك معنا يا عبد القادر. شكرا لكم. يسعدك عبد القادر. أنت طالب جامعة سنة رابعة الآن صحيح، تدرس علم حاسوب في جامعة العلوم الإسلامية صحيح 100%. طلعت أنت ومجموعة من الشباب بفكرة فريق اسمه همة شباب، يريتك صحيح. تشرح لنا شوي أكتر عنه، قديش عددكم، مين أنتو؟ في البداية شكرا لكم على الاستضافة الجميلة. أنا عبد القادر أبو خديجة، بدرس علم حاسوب سنة رابعة في جامعة العلوم الإسلامية. طلعنا بفكرة هيك لطيفة، هو مشروع ريادي جميل، وإن شاء الله يعني أنه بنصح كل الشباب في الوطن الحبيب انه يعملوا شغلات زي هيك، مشاريع تفيدهم، وانه نحاول انه نقلل من ثقافه العيب، انه انت مش لازم تشتغل هيك وعيب تشتغل هيك، لا ما فيش شيء عيب طالما انه احنا بنسترزق بالحلال وشغلنا ما فيه اي شيء حرام، واحنا يعني بنشتغل من تعب ايدينا زي ما نحكي. نعم. الفكره هي احنا مجموعه من الشباب تقريبا عددنا 8 أشخاص نشتغل التنظيف في المنازل، منازل فيها أثاث واللي ما فيها أثاث. نعم. نشتغل بدهان، نقل الأثاث، غسيل السجاد، تنظيف أطقم الكنب، بدهان الكهرباء، الصيانة العامة بشكل عام. برافو. وكافة الخدمات المنزلية. يعني المشروع طلعنا فيه تقريبا قبل سنة، احنا بشهر 9 بصير لنا سنة نشتغل هذا الشغل. واجهنا بالبداية صعوبات انه قلة خبرات، يعني كان عند الشباب. نعم. انه انت تشتغل هيك ما تشتغلش هيك. بعدين اللي قوانا واللي شجعنا كثير دعم الناس لإلنا. انه لا استمروا، الشغل مش عيب، وبفضل الله يعني احنا مستمرين وشغالين. طيب واحكي لي هلا بشكل عام هذا الاشي عم بيعمل لكم دخل لو بسيط يساعدكم في دراسة الجامعة، في مصروفكم؟ مزبوط، بيعمل لنا دخل وبنسترزق من وراء، واحنا يعني نطمح من خلال انه فريق همة شباب ان شاء الله بالمستقبل يصير شركة خدمات كبيرة في الأردن. برافو. وانتو فاتحين المجال عبد القادر للطلاب اللي بالجامعة اللي حابين يشتركوا معاكم انه ينضموا. احنا خلينا افهم يعني للمستمعين ولغلك يعني شغلة، انه احنا فاتحين المجال، ولكن في كثير من المرات يعني في خلال الشهر احنا يعني شغلنا مش مستمر، مش يومي طبعا، فاحنا بنشتغل على نظام ورش، يعني هاي اجت ورشه اشتغلنا، ما اجت من ضمننا قاعدين. نعم. احنا مش ضمننا قاعدين، يعني من ضمننا نشتغل على موضوع انه نجيب شغل. نعم. فبالفتره انه ما يكون في عندنا شغل ما بقدر يعني اني احكي مع الشباب انه تعالوا اشتغلوا معي. مفهوم. اما لما يكون في شغل بتواصل مع الشباب انه بكره مثلا في عندنا ورشه تنظيف بدنا. برافو. بس باب التسجيل للطلاب مفتوح. مفتوح طبعا، اكيد مفتوح. انا يعني كتبت لجريده الغد انه احنا نطمح انه كل الطلاب الجامعيين في البلد خلالهم مع مقاعد الدراسه يصيروا يشتغلوا معنا. برافو. وحتى بعد ما يتخرج يكمل ويشتغل معنا. هاي رساله من منبرنا يا اخوي، هاي رساله من منبرنا بنقدمها لكل الطلاب اللي عم بيسمعونا وغير الطلاب، غير الطلبه، مش شرط يكون طالب جامعي، ممكن انتم توسعوا هاي المبادره وتكبروها وتصير على نطاق اكبر واوسع، وان شاء الله زي ما انت حكيت تصير مؤسسه تقديم خدمات كبيره كمان. 100%، يعني احنا هسه تقريبا 90% من شغلنا في عمان في العاصمة.
نعم. احنا لما يكبر الفريق بصير اسلم شباب يعني مثلا يستلموا بالمحافظات الشمال طبعا ناس على الجنوب يعني برافو. والفكرة بتكبر والشغلة يعني ما بدها صعوبة بتتعلمها يعني عادي مقدور عليها سهل جدا انه الواحد يتعلمها ممتاز. عدم المؤاخذة يعني ما بده هالعقل الكبير يعني بس مع الممارسة الواحد بدك النية 100% بدك النية بده الواحد يكون عنده النية انه يشتغل ويعطي. عبد القادر شو كان ردة الفعل بالبداية من قبل العيلة والاصدقاء على المشروع؟ والله الكل استغرب انه عبد القادر بيشتغل هذا الشغل يعني ولكن يعني شجعونا انه استمروا عادي ما فيش اي شيء طالما انه تشتغلوا بتجيبوا فلوس وبتصرفوا على حالكم. برافو. واللي شجعنا اكثر الناس مش العيلة والاصحاب الناس الغريبة عنا انه يرنوا علينا جميل جدا اشتغلوا كملوا واللي بيشتغل وبدرس هذا يعني شخص يحترم في المجتمع 100% 100% انا بشد على ايدهم جميعا وبدي اشكر وجودك معنا واحيي كل الطلبه كمان اللي مساهمين معك بهالفريق الرائع همه شباب وسمعتوا منه كيف الفكره كلها طلعت وكيف هم مستمرين فيها وكيف بالفعل في ناس لسه بتهاجم وبتقول لك لا انا ما بشتغل هذا الشغل في ناس تانية بالمقابل بيقولك ما بيهمني أنا عندي ثقة بنفسي وعم بعمل شيء بيرضيني وما في عيب إلا العيب نفسه. شكرا لإلك يا عبد القادر أبو خديجة كل الاحترام والمحبة لإلك. هذا البرنامج